ولكل الشماتين ولكل المحفلين إذا جاز التعبير. يا جماعة يعني لكل الناس اللي بتشمت في النادي الأهلي وبتحفل على النادي الأهلي، يعني أنا لو حطيت كلمة تحفيل أو كلمة شماتة على الإنترنت هيطلع اسم ناديك كله شماتة وكله تحفيل. الناس اللي بتقعد تتريق دي طبعا بعض من لا يشجع النادي الأهلي. لو أنا حطيت الكلمتين دول على الإنترنت كده على جوجل ها وبعمل سيرش هيطلع اسم ناديك اللي أنا أقدر أقعد أحفل عليه من النهاردة لعشر سنين قدام. وخلينا استعمل التعبير بتاع حضراتكم أو بتاع الناس اللي بتتكلم بهذا التعبير. وحضرتك بتحفل على إيه أو بتتكلم على إيه؟ النادي الأهلي امبارح عامل مباراة للتاريخ، مباراة للتاريخ من الناحية قبل المباراة، لكن النواحي الفنية لا، اتكلم وقول اللي أنت عايزه. اللي عايز يقول إن المدير الفني أخطأ إن هو ما هاجمش، مع إن برضه حاجة غريبة جدا. لما تيجي تتكلم في نواحي فنية، لما حضرتك تيجي تتكلم في نواحي فنية، مش لازم تبقى عارف أنت بتلاعب مين؟ مش لازم تبقى واخد بالك أنت بتلاعب مين؟ طيب هو برشلونة لما لعب بايرن ميونخ وجي في جون والتاني في اول نص ساعة في المباراة وحاول ان هو يكسب او يتعادل، حصل ايه؟ اتغلب 8-2. 8 1 2 3 4 5 6 7 8-2. ليه؟ لان فريق بايرن ميونخ افضل فريق في العالم. فانا كنادي اهلي او انا كمدير فني كل تفكيري ازاي؟ ان انا ازاي هقفل والعب على الهجمة المرتدة. لكن هل انا بحلم، كنت بحلم ان انا اكسب؟ اه طبعا كنت بحلم ان انا اكسب. كنت بحلم ان انا افوز؟ طبعا كنت بحلم ان انا افوز. كنت بحلم ان انا اعمل مباراه افضل من كده 100 مره؟ ايوه كنت بحلم ان انا اعمل مباراه افضل من كده 100 مره. ولكن نتكلم بالعقل وبالمنطق. لو حضرتك كمحلل فني جينا نتكلم عن مباراه